جميعنا نرى ملصقات صغيرة على الفواكه والخضروات في الأسواق، وهذه الملصقات تختلف في ألوانها والأرقام والرموز الموجودة عليها، بينما يبقى شكلها واحد. فمن أين تأتي هذه الأرقام والرموز؟ وما الفرق بينها؟ هل تساءلت من قبل عن ذلك؟ عند رؤيتك لهذه الملصقات على الفاكهة، فغالبا ما تقوم بنزعها وتناول الفاكهة والخضروات وكأن شيئا لم يكن. مهلا، عليك أن تكون أكثر حرصا من ذلك، فهذه الأرقام تدل على مدى جودة الفاكهة والخضروات وليس عن سعرها. عليك أن تعلم أن الفاكهة والخضروات التي تباع في الأسواق تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أولها هي المنتجات الطبيعية التي تزرع في الحقل، والنوع الثاني هو المنتجات التي تزرع وتمد ببعض الأسمدة الكيميائية وتقوم أساسا معتمدة على السماد الكيميائي، والنوع الثالث هو الأخطر وهو الفاكهة والخضروات التي تم صنعها في المعامل عن طريق التعديل الوراثي والتلاعب في الجينات للخروج بالمنتج النهائي، فيقومون بتصنيع فاكهة أكبر في الحجم ويبدو لونها أفضل وأحسن من باقي أنواع الفاكهة الموجودة في السوق. ولمعرفة المنتج إلى أي نوع من هذه الأنواع ينتمي، علينا النظر إلى عدد الأرقام الموجودة على الملصق. ملصق عليه ثلاثة أرقام أو أربعة أرقام يعني أن حبة الفاكهة أو الخضار قد تم زراعتها بشكل تقليدي عن طريق التقنيات الحديثة، بما فيها استخدام كميات وفيرة من الأسمدة والمبيدات الحشرية والكيماوية. ملصق عليه خمسة أرقام يبدأ برقم 8 ويعني أن الخضار والفاكهة تم تعديلها وراثيا عن طريق إدخال بعض التغييرات على حمضها النووي باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية، في حين ينصح الأطباء بتجنب هذه المنتجات لمراعاة الصحة. ملصق عليه خمسة أرقام يبدأ برقم 9 ويعني أن الخضار والفاكهة هذه عضوية وتم زراعتها بشكل طبيعي دون استخدام أي أسمدة أو مبيدات حشرية أو كيماوية، إضافة إلى أنه لم يتم استخدام مياه الصرف الصحي في ريها. منتج لا يحتوي على ملصق، هذا يعني أنه من المحتمل قد تم إزالة الملصق، لذلك ننصحك قبل شراء أي منتج ترغب به انظر إلى أرقام الملصقات حتى تطمئن بأن ما تشتريه مناسب لصحتك.